أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم النون والميم المشددتين، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وغن ميما ثم نونا، الغنة خاصة بالميم والنون إذا كانت مشددة. إذا كانت النون مشددة ما يصير تقول إن، لا إن، لأنه ما حرفان إن، وهذه يخطئ فيها البعض عندما يقرأ الآيات التي فيها نون المشددة، طيب، خاصة في آيات النساء، طيب، من جلابيبهن، خطأ، لأن هذه نون مشددة، من جلابيبهن، حرفان وليس حرفاً واحداً، حرفان. فالنون المشددة والميم المشددة تعطيها غنة بمقدار حركتين. كيف أعرف حركتين، ثلاث، أربع؟ الغنة مقدار حركة، الحركتان بتحريك الأصابع، يعني تقول هكذا حركتان، مثلا إنه إنه إنه، تحريك الأصابع. طبعا هاتان الحركتان حاصلتين في المدود بالذات، لأن فيها حركات كثيرة جدا، هي تقديرية، يعني ممكن واحد أصابع يعني سريع بالعد، زين، يقول إنه، واحد يقول إنه، يعني يأخذ وقتا أطول. هو ليس لأن هذا يرى حركتين وهذا يرى أربع، لا، هما يرى، لكن الحركة عنده بطيئة وهذا الحركة عنده سريعة. يعني الحين لما أقول ولا الضالين، ست حركات، ست حركات ولا الضالين. فلما أقرأ ولا الضالين، لكن يجي واحد ثاني ولا الضالين، هي ست حركات، لكن أنا حركة أصابعي سريعة والثاني حركة أصابعه نوعا ما أبطأ. طبعا في النهاية حركة أصبع هي في حسبها، طبعا أنت إذا تمرست في هذا وبدأت ما يحتاج حركة أصابعك، خلاص أنت من يقرأ لغة أعطاها أربع حركات، أعطاها خمس حركات، كأنها زاد، كأنها سبع، والله ست وسبع، خلاص ملكة، تكون ملكة عندك، تقدر الحروف فتعرف كم المد الذي يحتاجه. هنا مثلا ما يصير الإنسان يقول إن، لا هذا وين، مو حركتين، أعطيتها أربع مثلا، لكن هي تعطيها حركتين إن. وكما قلت لكم هي من الخيشوم، هنا لو وضعت يدك على أنفك، أصابعك على أنفك، هذا ما تطلع، ما أقدر، هي ما تطلع من الفم، تخرج من هنا من الأنف، الغنة، الغنة تخرج من الأنف، فلو كل واحد سكر أنفه هكذا ما تجي، ما تجي معه، بس سكر صح، زين، مو تحط يدك بس، لا سكر، ما تطلع معك الغنة، لأن الغنة هذا مخرجها، هذا مخرجها. فعلى كل حال أن الميمة والنون إذا كانت مشددتين تعطيها غنة بمقدار حركتين. بقية الأحرف أبدا. ووجدك ضالا فهدى، اللام مشددة، لكن ما يصير تقول ووجدك ضال، ما يصير، اللام ما تعطيها غنة، لا تقف عند اللام، مش 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 اللام على طول. ولا الضاء، ما يصير ولا الضاء، تمسك الضاد، لا تمسكها، التي تمسك هي النون والميم فقط، البقية أطلق حتى لو كانت مشددة، أطلقها، أطلقها، لا تمسكها، التي تمسك الميم والنون فقط وتعطيها غنة بمقدار حركتين. نعم.